أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. ضيوفنا الأجلاء، إن رسالة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم الخدمة الطبية لرجال الشرطة وأسرهم على أعلى مستوى من إسماعيل. معالي السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. معالي السيد لواء مكي أبو أطوار وزير الداخلية. الأخوة والزملاء السادة الحضور. أستهلك المجيء بتحية الإعزاز وتقدير لأرواح شهداء الوطن ورجال الشرطة والقوات المسلحة الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة بأسمى معاني التضحية وبذلوا بدمائهم عظيم نفس فداء لأمن الوطن وسلامة المواطنين برا بالقسم وتصديقا لما عاد الله. زرقاء وشبكية. من المشاكل الرئيسية عندنا حضرتك مشاكل ضعف الإبصار. ضعف الإبصار ده يستلزمه تدخل من طبيب العيون، فعندنا جهاز قياس قوة ضعف الإبصار بالكمبيوتر، ويتم تحديدها بواسطة هذا الجهاز كمبيوتر، ويتم بعد ذلك عمل النظارة الطبية المناسبة لهذا الضعف عن طريق قياس جهاز قياس حدة الإبصار بالكمبيوتر، ويتم يتم تداولها وطباعتها بواسطة الكمبيوتر بدون تدخل المريض أو الدكتور. وبعد كده بعد ما ننفذ النظارة حضرتك يتم معاينة النظارة بصريا عن طريق جهاز قياس قوة النظارة الطبية بالكمبيوتر. كل 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 الماشين في حضرتك كمبيوترايز. عندنا كمان من الأمراض الشائعة في أمراض العيون أمراض الارتفاع ضغط العين، ودي بيتم بجهاز التردد الحراري تحت بيني زود بموجات صوتية للقلب للكبار والأطفال، كمان موجات صوتية عن طريق المناخير ومجس رباعي الأوعية. كمان في جهاز الأشعة المتنقل بقدر أنقله على السرير بعد المريض اللي ورانا هناك.